بعيدا عن تخصص التغذية التي تدرسه الفنانة التشكيلية حنان الجبريني في جامعة الخليل جنوب الضفة الغربية، نجحت في مجال إعادة تدوير النفايات واستغلالها في الفن التشكيلي من أجل الحفاظ على البيئة وتقنين كميات النفايات التي تشكل عبئا على المجتمع الفلسطيني، حيث استخدمت بعض المواد المضرة بالبيئة كأكياس النايلون والعلب البلاستيكية وحولتها إلى أشكال فنية، وتوجت أعمالها من خلال معرض فني للأشغال اليدوية وإعادة التدوير بعد عمل متواصل استغرق عدة شهور. أنا طول عمري بحب الأعمال الفنية اللي هي بتتضمن الأعمال اليدوية، وبصراحة تشجعت في جامعة الخليل لما نظمت معرض قائم على إعادة تدوير النفايات واستغلالها في مجال الفن التشكيلي. من وقتها تشجعت واستغلت هذه الفكرة واشتغلت عليها لمدة 6 شهور لهلأ. عائلة الفنانة الجبريني وقفت بجانبها من الناحية المعنوية والمادية منذ بداية أعمالها، وشجعتها على المشاركة في عدة معارض محلية، وقدمت لها النصح من أجل استكمال فنها التشكيلي. كانت يعني بتحب الشغلات من المخلفات تاعت البيت طبعا، وتجي تشكلها وتسويها مناظر، فإحنا أنا ووالدتها كنا نشجعها في هذه الأمور وما نعارضها، وبالعكس نشجعها أكثر وأكثر. ومن بعض أعمالها هذه الكاميرا القديمة التي حظيت على إعجاب الكثيرين من رواد المعرض الفني. هذه القطعة عبارة عن كاميرا من النوع القديم، استخدمت فيها صندوق ألعاب نارية مفرغ، بالإضافة لفيشة مصباح، بالإضافة لأن العدسة كانت عبارة عن قاعدة علبة دواء زجاجية، والعواد الاستقامة عبارة عن عواد خشبية. وتهتم كذلك الفنانة الجبريني بفكرة الفن السريع كالجداريات والرسم بالسيليكون وقشور البيض، واستخدام بعض المواد التالفة وزخرفتها، وبناء بعض المجسمات بالحجارة للأماكن الدينية. الاهتمام بالمواهب الشابة وتشجيع أعمالها يساعد الشباب بشكل واضح على إظهار مواهبهم وأعمالهم في المجتمع المحلي من خلال إقامة المعارض الفنية المحلية. رائد الشريف الغد، الخليل، فلسطين.